هنشوف متغطي الراجل متغطي من هناك. ابراهيم فرج بدل ما يروح قدام جاله من ورا، جاله من ورا، جاله من ورا وقفش رجله، ولا في قفش ايه ما نعرفش. ادي اهو ادي سالم وسرعته. فين ابراهيم فرج؟ فين ابراهيم فرج؟ يعني ايه ضرب الجزاء لنادي الملعب. ادي على طول سالم وابراهيم فرج رايح له وخدوا واحده من ورا كده، وضرب الجزاء لنادي المقاولين العرب. وهنشوف هل ابراهيم فرج بالمره يصد ولا بالمره بابا اركو يكسر نحسه. بابا اركو وجه لوجه في الدقيقه 74 75 في الدقيقه 30 تقريبا. بابا اركو وضرب جزاء للمقاولين وحط كل غله في الكوره، حط كل غله في الكوره بابا اركو. بابا اركو وغله من ضرب الجزاء في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني، يتعادل المقاولين العرب بضرب الجزاء 1-1.